هالو ليبي لايت، بالكومنت سو ماي نيو يوتيوب كانال. كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا فيكن بالدرس ال 24 من كورس المحادثه باللغه الالمانيه. طبعا درس اليوم كتير مهم وبده تركيز منيح، فلهيدا السبب اعملوا قهوه وجيبوا الدفتر والقلم وتعوا كرمال نبدا مع بعض. ازو بي فانجن زفوت ان. يتذكر باللغة الألمانية sich erinnern an. عنا هون فعل منعكس، عنا sich يعني فعل منعكس، وعنا حرف الجر an دائما بيجي مع فعل erinnern. رددوا معي sich erinnern an. erinnern sich erinnern an عبارة أنت تتذكر du erinnerst dich. رددوا معي du erinnerst dich. وهم مثل ما ملاحظين du ضمير منعكس بصير عنا dich. du erinnerst dich يعني أنت تتذكر. عبارة هو يتذكر erinnert sich. رددوا معي erinnert sich. وطبعا هون ضمير منعكس بصير عنا sich. هون لازم نحفظهم ich mich du dich sich. رددوا معي erinnert sich هو يتذكر. عبارة أنا أتذكر كل شيء ich erinnere mich an alles. رددوا معي ich erinnere mich an alles. هون شو صار عنا بالجملة؟ أول شي حطينا بالمرتبة الأولى الفاعل يلي هو أنا ich. تاني شي حطينا الفاعل erinnere ومصرف حسب الفاعل بالمرتبة الثانية. بالمرتبة الثالثة حطينا مش الضمير المنعكس ich mich. طبعا بالمرتبة الثالثة بيكون بعد الفعل دائما. بعدين حطينا an حرف الجر دائما بنستعمله مع هيدا الفعل. وطبعا an بهيدي الحالة بيجي مع الأكوزاتيف دائما، بس نستعمله مع هيدا الفعل بكون بحالة الأكوزاتيف. وآخر شي حطينا alles يعني كل شيء. رددوا معي ich erinnere mich an alles. كيف منقول أنت لا تتذكر أي شيء؟ حاولوا جاوبوا. صحيح du erinnerst dich an nichts. رددوا معي du erinnerst dich an nichts. هون شو صار عنا بالجملة؟ أول شي حطينا الفاعل يلي هو du أنت، حطينا بالمرتبة الثانية الفعل erinnerst ومصرف حسب الفاعل. بالمرتبة الثالثة حطينا الضمير المنعكس dich du dich. وبعدين حطينا an يلي هو حرف الجر. وآخر شي حطينا nichts يعني إنه ولا شيء، إنه لا شيء. رددوا معي du erinnerst dich an nichts. كلمة الطفولة باللغة الألمانية دي كيند هايت. رددوا معي دي كيند هايت. دي كيند هايت عبارة هو يتذكر طفولته باللغة الألمانية erinnert sich an seine Kindheit. رددوا معي erinnert sich an
Seine Kindheit. هون شو صار عنا بالجملة؟ بالمرتبة الأولى حطينا er يلي هو الفاعل، تاني شي حطينا الفعل erinnert مصرف حسب الفاعل، بالمرتبة الثالثة حطينا الضمير المنعكس sich sich، وبعدين حطينا حرف الجر an. طبعا حرف الجر an دائما بيجي مع هيدا الفعل بحالة الأكوزاتيف، ولهذا السبب حطينا seine. طبعا أنا عندي درس كامل عن الضمائر الملكية، رح حط لكم الرابط بصندوق الوصف لحتى تعرفوا امتى بنقول mein, sein, dein، رح حط لكم الرابط بصندوق الوصف. ولقلنا seine لأن عنا Kindheit، دي Kindheit، لهذا السبب حطينا seine Kindheit يعني طفولته. رددوا معي erinnert sich an seine Kindheit. عبارة ماذا تحب أن تتذكر مع الأشياء، يعني بنستعملها مع الأشياء لما بدنا نتذكر الأشياء، بنقول woran erinnerst du dich gern. رددوا معي woran erinnerst du dich gern. woran erinnerst du dich gern. كيف منقول انا احب ان اتذكر طفولتي؟ حاولوا جاوبوا. صحيح، ich erinnere mich gern an meine Kindheit. رددوا معي ich erinnere mich gern an meine Kindheit. ich erinnere mich gern an meine Kindheit. عبارة من تتذكر للأشخاص، يعني نتذكر أشخاص، باللغة الألمانية بنقول an wen erinnerst du dich. رددوا معي an wen erinnerst du dich. an wen erinnerst du dich. كيف منقول أنا أتذكر يوليا؟ طبعا يوليا هو اسم بنت، حاولوا جاوبوا. صحيح، ich erinnere mich an يوليا. رددوا معي ich erinnere mich an يوليا. ich erinnere mich an يوليا عبارة لقد تذكرت بالماضي ich habe mich erinnert. رددوا معي ich habe mich erinnert. ich habe mich erinnert. كيف منقول لقد تذكرت أليكس بالماضي؟ حاولوا جاوبوا. صحيح، ich habe mich an Alex erinnert. رددوا معي ich habe mich an Alex erinnert. ich habe mich an Alex erinnert. كيف منقول هو لم يتذكر شيء؟ حاولوا جاوبوا طبعا بالماضي. صحيح، hat sich an nichts erinnert. رددوا معي hat sich an nichts erinnert. hat sich an nichts erinnert. وهلا عندنا جملة كتير مهمة بس لازم تركزوا شوي معي.
انا عم قول لرفيقي انه انا بكره عندي موعد، بدي اقول له فيك تذكرني بهيدا الشيء اليوم بالليل؟ بنقول ايش هاب مودن اينن تامين. رددوا معي، ايش هاب مودن اينن تامين، يعني انا بكره عندي موعد. هلا بدي اطلب منه انه يذكرني اليوم بالليل بهيدا الشيء، بنقول كانست دو مش heute Abend daran erinnern. رددوا معي، kannst du mich heute Abend daran erinnern. بهيدي الجملة شو صار عنا؟ أول شي عنا kannst du، طبعا نحنا بنعرف إنه كانست دائما بياخد الفعل الأساسي لآخر الجملة. حطينا كانست دو مش هويت أبند، يعني اليوم بالليل. حطينا داغن، نحنا كنا بنقصد عن الموعد، يعني بلا ما نرجع نقول الموعد مرة تانية فينا نقول فقط داغن عن الموعد. وآخر شي حطينا إنن، يعني تذكرنا. طبعا داغن نحن نستعملها بس مع فعل إنن، لأن نحن عنا فعل أن، فنحن بنقول داغن يعني بهيدا الشيء. رددوا معي، كانست دو مش هويت أبند داغن إنن. كيف منقول نعم يمكنني أن أذكرك بهذا؟ حاولوا جاوبوا. صحيح، يا إيش كان ديش داغن إينان. رددوا معي، يا إيش كان dich daran erinnern. طبعا هون مثل ما لاحظتوا كان دائما بياخد الفعل الاساسي لاخر الجمله. daran يعني بهيدا الشيء. طبعا لازم نكون عارفين حالنا عن شو عم نحكي، نحن بعدنا عم نحكي عن الموعد. او اذا بدنا نقول العكس، لا انا لا استطيع ان اذكرك بهذا، طبعا انتوا لازم تجاوبوا. حاولوا جاوبوا. ممتاز. Nein, ich kann dich nicht daran erinnern. رددوا معي. Nein, ich kann dich nicht daran erinnern. كلمة الرحلة أو العطلة باللغة الألمانية منقول der Urlaub. رددوا معي، der Urlaub. der Urlaub عبارة هل تتذكر عطلتك؟ باللغة الألمانية منقول erinnerst du dich an deinen Urlaub. رددوا معي، erinnerst du dich an deinen Urlaub. Erinnerst du dich an deinen Urlaub? كيف منقول نعم أنا أستطيع أن أتذكرها أو إنه أتذكر هيدي العطلة؟ حاولوا جاوبوا. طبعا لازم نستعمل daran. صحيح، منقول يا إيش كان مش داغن إينان. رددوا معي، يا إيش كان مش
daran erinnern. وهلا رح نتذكر كل الكلمات والعبارات يلي مرقت اليوم معنا بالدرس. واول شي كان عندنا sich erinnern an. sich erinnern an. رددوا معي sich erinnern an. واخذنا die Kindheit الطفولة. die Kindheit. رددوا معي دي Kindheit. دي Kindheit. وأخذنا woran erinnerst du dich؟ يعني ماذا تتذكر مع الأشياء؟ رددوا معي woran erinnerst du dich؟ وأخذنا من تتذكر مع الأشخاص an wen erinnerst du dich؟ رددوا معي an wen erinnerst du dich. واخذنا daran يعني بهذا، وهذه بنستعملها دائما مع فعل erinnern. رددوا معي daran daran. وهلا صار وقت السؤال يلي انتو لازم تجاوبوا عليه بتعليقات درس اليوم. وسؤال اليوم عندنا كيف منقول أنا أتذكر طفولتي؟ طبعاً اكتبوا لي الجواب بالتعليقات وأنا رح شوف كلكم شو عم تكتبوا. وبهيك بيكون خلص درس اليوم. طبعاً درس اليوم كتير كتير مهم. أنا بنصحكم إنكم تشاهدوا هذا الدرس أكتر من مرة، ولو 20 مرة، لحد ما تفهموه وتقدروا إنكم تستعملوا هيدي الجمل والعبارات بشكل ممتاز. وأنا بنصحكم إنكم تكتبوا كل هيدي الكلمات والعبارات يلي أخذناها اليوم عندكم على الدفتر وتتمرنوا عليهم. وأكيد إذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد أنا بنزله، وبشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.